تتربع على قمة المحطات الإخبارية التي تسبر أغوار التفاصيل. وجوه كبرت مع عمر الحدث تلخص المشهد. جولة على زملائنا الموجودين على الأرض في مناطق مختلفة. نعم، أهلا بك وأهلا بمشاهدي قناة الحدث. ينضم إلينا مراسل الحدث عبد الجواد الرشد. عمار الهندي كييف. سينق نايبر الحدث. لينا يعقوب. أحمد عثمان. رندا أبو العزم. سامر الكبيسي. رفاه السعد. أحمد الحمداني. مصر، سوريا ومواضيع أخرى في ساعتنا الثانية من حدث اليوم. ابقوا معنا بعد الفاصل. وجهات نظر مختلفة من قادة وسياسيين وأصحاب رأي. الهدف الأول كان دائما تشريح الأحداث وخلفياتها لتبقى حاضرة للمشاهد وتجيب على تساؤلاته وهواجسه. إلى عدن، حيث تسعى السلطات إلى تعقب خلايا إرهابية التي استهدفت زميل محمود العتمي والتي أودت بحياة زوجته الحامل. ويبقى عنواننا الأول الخبر السوري، اليمني، العراقي، الليبي، السوداني، اللبناني، الجزائري والتونسي، إضافة للأخبار العاجلة في المنطقة والعالم. يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة. ما ضلش حلم في غزة، كله اتدمر، كله اتدمر. في الفترة الأخيرة بات يستهدف تجمعات عديدة. متنا. وأعود وألقاكم بعد دقائق من الآن، ابقوا معنا. منذ اللحظة الأولى لانطلاقها دخلت الحدث إلى تفاصيل الخبر، فكانت أول من يعلن المهم منه. أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة من الحدث. ناشطون في صنعاء يطالبون بمجلس عسكري لحماية البلاد من الحوثيين. نبدأ من ليبيا، حيث تلقت الجامعة العربية خطابا بعد إعلان حزب الله إطلاق 48 صاروخ، لتنطلق بعدها في مسار بحثه وتحقيقه.